يعني في ناس كتير هترد عليا تقول لي الحالة الاقتصادية واحنا تعبانين والغلاء مش عارفين نعيش. حتى لو انت تعبان اقتصاديا بس عايش على ارضك ووسط عيلتك واصحابك وذكرياتك وحياتك، انت احسن من غيرك اللي اضطر يسيب بلده لانه مش قادر يعيش في بلده. فعلى الاقل انت عايش جوه بلدك وبتنام في امان كده، بالليل بيجي عليك بالليل تخش سريرك في بيتك بتنام في امان. ان الواحد يقتصد ويحاول يعيش على قده عشان نمرر الظروف، على فكرة هو كساد يعني اقتصادي عالميا، الدنيا كده يعني للاسف في الوضع براندات صعب كبيرة جدا. جدا مثلا في فرنسا اللي هي بلد السياحة وبلد الشياكه والشوبينج والكلام ده، في اماكن قفلت صحيح وأسماء صحيح كبيره جدا. صحيح فهو الكساد الاقتصادي حصل بقاله فتره، يعني مش من دلوقتي طبعا، مع الكورونا الكوفيد ده اللي قرفنا فتره، وطبعا الربيع مش ربيع خالص اللي احنا مرينا بيه ده، مش عارفه اسميه ايه، في كل المنطقه العربيه يعني احداث 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 بتخلي لازم اقتصادنا يتأثر. وطبعا برضو بقالنا سنين احنا يعني الاصلاح ده اصلاح لاشياء بقالها سنين، فهياخد صح. وقت، هنتحمل شويه واحنا قدها وقدود ونتفائل ان اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. 100%. انا بشكرك جدا 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 على المداخله الجميله كما جرت العاده. كل الشكر نجمتنا النجمه إلهام شاهين.